جامعة الملك عبد العزيز، جامعة عهدنا لها بالإبداع، بالتميز وبالريادة. خلال السنة الماضية قدمت الجامعة ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد العديد من الخدمات التعليمية المتميزة، والتي ساهمت في رفع كفايات أعضاء هيئة التدريس وحصول الجامعة على العديد من الجوائز العالمية والمحلية. فقدمت العمادة ما يزيد عن 700 دورة تدريبية في مجال التعليم الإلكتروني، استفاد منها ما يزيد عن 9000 عضو هيئة تدريس بشطري الجامعة. وساهمت في إثراء شبكة الموارد السعودية شمس بما يقارب 5000 مورد تعليمي، وأثرت مستودع جامعة الملك عبد العزيز الرقمي بما يزيد عن 29000 مورد تعليمي، وطبقت ما يزيد عن 2,000,000 اختبار إلكتروني بالإضافة إلى اختبارات المناطق. وكان لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الريادة في تقديم برنامج التعليم المساند لطلاب السنة التحضيرية، حيث قدمت العديد من المواد التعليمية التي تقدم على يد نخبة من أفضل أساتذة الجامعة، ومبادرة منها لتطبيق ممارسات التعليم الإلكتروني قامت العمادة بمشروع تقييم نواتج التعلم في بلاك بورد، والذي يهدف إلى جمع البيانات عن مدى تغطية وتحقق نواتج التعلم في المقررات والبرامج الدراسية من خلال تفعيل نظام تقييم نواتج التعلم في البلاك بورد. ونتيجة لمجهودات منسوبي الجامعة ومؤسساتها، تألقت الجامعة واحتلت المرتبة الأولى على مستوى الجامعات العربية والسعودية، وذلك بحسب تصنيف التايمز. وحصدت الجامعة 16 جائزة من أصل 18 في الدورة الرابعة لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني، والتي كانت من تنظيم وزارة التعليم والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني. في فرع الجامعات السعودية حصلت الجامعة على جميع جوائز الأقسام والمراحل التسعة. فرع الجامعات، جامعة الملك عبد العزيز، يتسلمها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي. في فرع الجامعات ذات العضوية حصلت الجامعة على 7 جوائز من أصل 9. فرع الجامعات ذات العضوية بالبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، جامعة الملك عبد العزيز، يتسلمها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي. كما حازت الجامعة على درع المساهمة المتميزة في إثراء شبكة الموارد السعودية شمس. وحصلت الجامعة على 3 جوائز في فرع أنتج بإثراء مميز لمنسوبي الجامعة يتجاوز 500 مورد تعليمي. واستمراراً للتميز تقدم اليوم جائزة مدير جامعة الملك عبد العزيز للتميز والإبداع في التعليم الإلكتروني في دورتها الثالثة، بهدف تكريم المتميزين من منسوبيها في مجال التعليم الإلكتروني. وتميز آخر تخطو به جامعة الملك عبد العزيز وتتألق بإبداعات منسوبيها، وذلك بتكريم المتميزين منهم الذين شاركوا في إثراء شبكة الموارد السعودية شمس وتفعيل أنظمة التعلم الإلكتروني وبناء بنوك أسئلة الاختبارات الإلكترونية ورفع مستوى المنظومة التعليمية بالجامعة من خلال حضورهم للدورات التدريبية ومشاركتهم في الأبحاث والدراسات التعليمية. وتقدم جائزة مدير الجامعة في 3 فروع. الفرع الأول فرع المقررات الرقمية، الفرع الثاني فرع الأقسام العلمية، الفرع الثالث فرع الكليات. جامعة الملك عبد العزيز، جامعة تتألق بإبداعات منسوبيها.